السلام عليكم خوتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم في الفيديو الجديد، ولكن قبل بدايته لا تنسوا الصلاه على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه افضل الصلاه والسلام. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد، والذي من خلاله راح نشارك معكم اخر اخبار محترفينا واخر اخبار المنتخب الوطني الجزائري. كذلك راح نشارك معكم اهم القرارات الجديده التي اتخذها الاتحاد الجزائري لكره القدم الفاف من اجل احتضان بطولات جديده في قادم المواعيد، وسيكون مقرها هنا في الجزائر. كل التفاصيل راح نتعرفوا عليها ان شاء الله في هذا الفيديو. فاذا كنتم تشاهدون للمره الاولى، رجاء لا تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل التنبيهات، ولا تنسوا متابعتنا عبر حساباتنا السوشيال ميديا الانستغرام الظاهر امامكم. طبعا اعزائي الكرام، كبدايه دعوني اشارك معكم الخبر الاول والذي يتعلق بلاعبي محترفينا، اين اليوم شهدنا مباراه وديه تحضيريه للموسم الجديد الذي كانت وجمعت بين نادي نيس الفرنسي امام وضد فريق سبيشال وان، الا وهو روما الايطالي الذي يدربه حاليا جوزي مورينيو. طبعا تلك المباراه اعزائي الكرام الوديه التي جمعت بين هذين الفريقين الايطالي والفرنسي، لاعب المنتخب الوطني الجزائري والوفد الجديد للخضر الا وهو بلال ابراهيمي صنع الحدث مؤخرا وخطف الاضواء داخل ارضيه الميدان بتسجيله اول اهدافه مع فريق نادي نيس الفرنسي. طبعا تالق هذا اللاعب سيسعد كثيرا الكوتش جمال بالماضي، فهذا اللاعب الوافد الجديد للمنتخب الوطني الجزائري يعني خطف الاضواء فوق ارضيه الميدان، وكان اندي ديلور خارج ارضيه الميدان، ولكن هو ايضا خطف الاضواء بطريقته الخاصه كما تشاهدون في هذه الصوره الظاهره امامكم، التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي على المدى البعيد والواسع، والتي جمعت بين اندي ديلور اللاعب الذي سيعود في قائمه الكوتش جمال الماضي في شهر سبتمبر امام السبيشال وان كما تشاهدون في سيلفي، جمع هذا المدرب يعني العالمي والذي هو سبيشال وان بطبيعه الحال مع لاعب المنتخب الوطني الجزائري ونادي نيس الفرنسي. فخبرونا رايكم في صندوق التعليقات حول هذه الصوره، واحد صنع الحدث داخل ارضيه الميدان بمردوده في هذه المباراه، اما اللاعب الثاني صنع الحدث خارج الميدان بطبيعه الحال بهذا السيلفي، واللي كما قلت لكم صنع ضجه كبيره في الساعات القليله الماضيه. ننتقل الان الى الخبر الموالي والذي يتعلق بلاعب انا قلت لكم في الفيديوهات السابقه انه بالماضي لم يعجب به بطريقه لاعبه، الا وهو الوافد الجديد للمنتخب الوطني الجزائري حكيم زدادكا. حكيم زدادكا يعني كنت شحال من مره نتمناه انه يكون مع المنتخب الوطني الجزائري هو وايضا يانيس حماش، ولكن مؤخرا حسيت باللي انهم لم ينجحوا يعني في هذيك المهمه التي اتاحها لهم الكوتش جمال الماضي من اجل ابراز يعني قدراتهم به يعني يسمروا بلاصتهم مع المنتخب الوطني الجزائري ويوليوا يستدعاوا كل مره في قادم المواعيد. انا شفت باللي ان هذين اللاعبين فشلا ذريعا للاسف الشديد، ولكن هاد اللاعبين كان نقول هذا الشيء ما رانيش نقول باللي ما لازمش يستدعيهم بالماضي او المنتخب الوطني الجزائري سيبو يغلق عليهم الابواب، لا ما نجيش نقول كيما هكا الذاكره، راني نقول باللي انه لازمهم فرص، ولكن هاد اللاعبين مازال لازمهم يطوروا يعني انفسهم اكثر فاكثر. على سبيل المثال يانيس حماش يعني بالماضي لم يعجب به وحتى بلياقته البدنيه، اين طالب منه انه ينقص الوزن نتاعو وحوالي 8 كيلو هات الذاكره مثل ما شاركنا معكم يعني بعد المباراه اللي جمعت بين المنتخب الوطني الجزائري وايران الوديه. اما بالنسبه لحكيم زدادكا وهو الوفد الجديد، هو ايضا بالماضي لم يعجب به وبطريقه لعبه بسبب فتحه للعديد من الثغرات اللي خلات منتخب ايران في تلك المباراه انه يسجلوا علينا هدف. طبعا هذا الشيء لم يعجب به فقط بالكوتش جمال الماضي، بل حتى مدرب نادي ليل الفرنسي، والذي هذا اللاعب ذاكرا مؤخرا انتقل من نادي يعني كليرمونت فوت الى نادي ليل الفرنسي، وتعامل يعني تحت اشراف هذا المدرب الجديد لنادي ليل الفرنسي، حيث صرح باولو لجريده ابولا البرتغاليه قائلا: الاولويه القصوى بالنسبه لنا هي ضم ظهير ايمن دفاعي. يعني أولوية نتاع نادي ليل الفرنسي ومدرب نادي ليل الفرنسي في هذا الميركاتو الصيفي هي يعني ضم ظهير أيمن دفاعي، وهذه تعتبر أولوية قصوى. لماذا؟ لأن حكيم زدادكا الذي تم ضمه مؤخرا مدافع بطابع هجومي لدرجة أكبر. يعني أعزائي الكرام، كاين بزاف مدربين يعجبون بخدمات حكيم زدادكا وبمثل هؤلاء اللاعبين الذين يكون في الدفاع بطابع هجومي بدرجة أكبر، ولكن ما لازمش أيضا يتنازل على مهامه الدفاعية. فهذا اللاعب تنازل عن مهامه الدفاعية مع المنتخب الوطني الجزائري مؤخرا، ويتزازل مع يعني حتى نادي ليل الفرنسي، وهذا ما لم يعجب به يعني مدرب نادي ليل، وهذه إشارة واضحة أنه هذا اللاعب أعزائي الكرام لن يكون أساسي في هذا الموسم الجديد إلا في بعض المباريات المعدودة، لأنهم راهو حابين يجيبوا لاعب جديد باه ياخذ مكانة هذا اللاعب لأنه يقوم ب يعني
واجباته الدفاعية. إن شاء الله هذا اللاعب يتعلم من هذا الدرس صراحة. ماذا بينا هذا اللاعب الشاب الطموح اللي راه يعني عنده مستقبل واعد مع نادي ليل في الدوري الفرنسي، إن شاء الله يكون عنده أيضا مستقبل واعد مع المنتخب الوطني الجزائري، ولكن لازم يصحح هذه النقاط، لأنه هو حتى المدرب هذا يعني لم يعجب بطريقة لعب نجم المنتخب الوطني الجزائري. بالنسبة للخبر المعلن أعزائي الكرام، ننتقل إليه في عجالة، الذي يتعلق بلاعب المنتخب الوطني الجزائري، ألا وهو آدم والناس. آدم والناس كل مرة يخرج لنا بخرجة، وأيضا فريق نادي نابولي كل مرة يخرج لنا بخرجة. حنا حتى يعني نوليو أعزائي الكرام نتأكدوا من المعلومة من بعد، يفاجئنا يا إما آدم والناس يا إما فريق نادي يعني نابولي الإيطالي. علاش أعزائي الكرام؟ مؤخرا هذا اللاعب قرر الرحيل، حذف جميع ارتباطاته مع إدارة نادي نابولي، وخاصة أنه وصله عروض من نادي بولونيا، كذلك هنالك اهتمامات من نادي يعني كل من أولمبيك مارسيليا في الدوري الفرنسي، كذلك نادي نيس النادي السابق نتاعو في الدوري الفرنسي، وكذلك هنالك العديد من الأندية الأخرى. حاليا هنالك 5 أندية تطالب حول خدمات هذا اللاعب، واللاعب يعني رفض باه يجدد العقد نتاعو. العقد نتاع هذا اللاعب ينتهي في صيف سنة 2023 السنة الموالية، ولكن اليوم فاجأنا نادي نابولي الإيطالي يعني باستدعاء الدول الجزائري أدم الناس للمشاركة في ثاني المعسكرات التحضيرية للموسم الجديد. كما تشاهدون هو الظهر أمامكم، يعني إعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي الانستغرام، والذي أكدوا لنا قائلا بأنه أدم الناس من ضمن المجموعة. وجاءت هذه الخطوة من هذا النادي لكي تؤكد أن الصراع مع اللاعب الجزائري مستمر من خلال إجباره على البقاء في الفريق حتى إشعار آخر، رغم أنه على رأس القائمة يعني اللاعبين المعروضين للبيع، وحاليا يرغب نادي نابولي في دفع اللاعب لقبول التجديد مقابل إعارته لفريق جديد خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وتحقيق استفادة مالية وراء ذلك. هذا اللاعب إذا يبقى في هذا الفريق يحكم على نفسه بالتهميش أعزائي الكرام لمواسم جديدة. المواسم الماضية كان مهمش إلى أبعد حدود، كان يتم إعارته من أجل استفادة منه مالية. هذا هو يعني كل ما تطمح إليه إدارة نادي نابولي، الاستفادة من هذا اللاعب ماليا. حابين يجددوا العقد نتاعو أعزائي الكرام، حابين يجددوا العقد نتاعو، ولا يريدون رحيله في الوقت الحالي. فصراحة احنا ماذا بينا أعزائي الكرام، هذا اللاعب يعني ينتقل إلى أي نادي آخر من أجل الخروج من جحيم نادي نابولي في أسرع وقت ممكن. ننتقل الآن إلى الخبر المولي، والذي يتعلق بالسعيد بن رحمة، الذي هو أيضا وذلك بشكل رسمي كان معروض في قائمة البيع الخاصة بنادي وستهام يونايتد، فإذا وصلهم عرض محترم من أجل خدمات هذا اللاعب راح يبيعوه مباشرة. هذا ما تأكدته لنا تقارير إنجليزية سابقة، واليوم أعزائي الكرام أكد لنا يعني دافيد مويز مدرب نادي يعني ويست هام الإنجليزي بتجديده الثقة في نجمه الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، وأشار لقناة بي إن سبورت أن بن رحمة نجح في تسجيل العديد من الأهداف فضلا عن تقديم تمريرات الحاسمة، سجل 11 هدف وقدم 6 تمريرات حاسمة الموسم الماضي في مختلف البطولات وفقا للإحصائيات ترانسفير ماركت، مؤكدا أيضا أن يعني نجم الخضر ظهر بشكل جيد في الموسم الماضي. وأوضح نفس المدرب أن هنالك الكثير من الأشياء التي يحتاج اللاعب الدولي الجزائري لتطويرها، منها استعادته للكرة، مشيرا في وقت ذاته بأن هذا اللاعب ارتقى بمستواه يعني مؤخرا. ما فهمناش أعزائي الكرام، واش راه مازال باغيين يبيعوه ولا لا؟ أنا نقدر نأكد لكم باللي أنه إذا وصلوا عرض مغري سيتم بيعه بدون أي استثناء، ولكن إذا ما وصلتهم عروض محترمة، ها هو المدرب بدأ يجدد الثقة في نجمنا الدولي الجزائري سعيد بن رحمة من أجل هذا الموسم الجديد. بالنسبة للخبر المولع الزاكرة والأخير سنتكلم عليه في عجالة، حيث يتعلق بالاتحاد الجزائري لكرة القدم وبطولة جديدة يعني تحت المعاينة من أجل يعني تنظيمها في الجزائر، حيث كشف الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم الفاف عن جملة من القرارات التي يعني من المرتقب اتخاذها بشأن استضافة كأس العرب لأقل من 17 سنة. وحسب ما ورد نفس الموقع الخاص بالفاف، فقد درس المكتب الفيدرالي في اجتماعه الأخير إمكانية ترشيح ولاية وهران لاحتضان كأس العرب لأقل من 17 سنة. ماذا بينا أعزائي الكرام؟ نحتضنوا بطولة كأس العرب. طبعا هذه غير وهران أعزائي الكرام واش دارت لنا في ألعاب البحر الأبيض المتوسط، فما بالك أعزائي الكرام قلتها ونعودها أن الجزائر كلها تتحد ويعني تحتضن لك كأس أمم أفريقيا أو كأس يعني العرب للفئة السنية الكبرى للمنتخبات أعزائي الكرام. فصراحة تخيلوا معايا كيفاش راح يكون التنظيم. وهران نجحت أعزائي الكرام في الرهان، الجزائر أيضا نجحت في الرهان،
وكسبوا ثقة يعني الهيئات الدولية الخاصة برياضة كرة القدم وكذلك المسابقات الرياضية. جزاك يا رام، كان هذا الفيديو اليوم. خبرونا رأيكم في صندوق التعليقات، ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام.